أوليس لكم في آثار الأولين مزدجر؟ ما في جلكم عن المعاصي، روح لقلعة بعلبك، روح للقلاع، روح للمقابر، روح للآثار. قل هذه ما تفكر، هؤلاء كانوا يتصارعون كما نتصارع، وكانوا يتباغضون كما نتباغض، وكانوا يتنازعون كما نتنازع، وكانوا يتلذذون ويشتهون ويأكلون ويشربون كما نفعل. أين هم الآن؟ أين تلك القلاع المحصنة؟ أين تلك القصور الشامخة؟ وين؟ أوليس لكم في آثار الأولين مزدجر؟ وفي آبائكم الماضين، أين آباؤكم؟ تبصرة ومعتبر، ما يبصركم بطبيعة الدنيا لتعتبروا بها إن كنتم تعقلون.